حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. سيارات إسعاف هدية ليمنيين حولها الحوثيون إلى الجبهات. من السر إلى العلن احتفالات دينية لا تنتهي في صنعاء. ثالوث مرعب يسرق من بنات اليمن أحلامهن. أهلا بكم. أهدت منظمات دولية اليمنيين سيارات إسعاف لنقل المرضى وأوصت بضرورة توزيعها على مختلف مناطق البلاد، لكن ميليشيا الحوثي حولت تلك السيارات إلى الجبهات وخصصتها لأنصارها الذين يسقطون جرحى. ووفقا لموقع يمن مونيتور، أسطول سيارات إسعاف من منظمات دولية حولها الحوثيون إلى الجبهات. وحسب ما أفادت مصادر داخل الوزارة للموقع، فقد سلمت منظمات دولية وزارة الصحة التابعة للحوثيين عشرات السيارات. ونقل مراسل يمن مونيتور حديث طه المتوكل وزير الصحة في حكومة الحوثي قائلا إن 96 سيارة إسعاف دمرت في الحرب، وتم تدمير عدد آخر في منطقة كيلو 16 بمحافظة الحديدة، في اعتراف يكشف عن استخدام سيارات الإسعاف الحديثة المقدمة من منظمات دولية في جبهات القتال. وقال المتوكل في خطاب أثناء تدشين توزيع سيارات الإسعاف لجبهات القتال: هذه السيارات سيتم تسليمها وبكوادر طبية وبسائقين مجاهدين إلى جبهات القتال. وأفاد المسؤولون أنهم نصحوا جماعة الحوثي بعدم استخدام هذه الآليات والمركبات في الحرب والصراع، لأنها مقدمة لخدمة المواطنين وليست للتدمير والمشاركة في المعارك. وفقا لمسؤولي الوزارة، فقد أكدوا لهم أن هذه السيارات لن تعود من المعارك، خاصة في معركة الحديدة، إلا أن جميع مقترحاتنا قوبلت بالتخوين والتجريح من رأس الهرم في الوزارة. وأضافوا: أصبح تحرك سيارة إسعاف لإنقاذ المرضى تكلف 70,000 ريال، لا يستطيع المواطن توفير أي إيجاد سيارة إسعاف واحدة في وقت يتم استنزاف هذه المعونات المقدمة من منظمات دولية في حرب عبثية لا تخدم المواطن أو الشعب اليمني. حسن عبد الوارث كتب في يمن مونيتور مقالا عن تناقضات المشهد اليمني وكيف تجمع المدن أكثر من صورة في ذات الوقت، وأضاف الكاتب: لا تستغرب إذا نشبت حرب ضروس في هذا البلد، ثم رأيت الأعراس تقام على لعلعات الرصاص ودوي القذائف كنوع من التوفير في تكلفة مظاهر الابتهاج. لا تستغرب إذا فرضت حالة طوارئ وحظر التجوال في البلد، فخرج الناس جميعا إلى الشارع للاطلاع بفضول على هذا الحظر. اعرف أنها محض نكتة، لكنها لعمري أم الحقائق في هذا البلد. لا تستغرب البتة إذا انقطعت رواتب الموظفين لحولين كاملين، ثم رأيت عاصمة البلاد وبعض مدنها الكبرى تزدحم بمشاريع استثمارية جديدة في مجال التسوق كالمولات ومحلات الأزياء وأسواق الكماليات والملاهي عدا المطاعم الفاخرة، أو رأيت العقارات والعمارات تخنق كل متنفس وتربض على كل متر مربع. وإذا بك تلتفت يمنة ويسرى فتصطدم بحالات مليونية من صور المجاعة، وترى الأطفال والنساء والعجائز يتساقطون صرعى جراء الجوع على نحو يومي، وترى جيشا جرارا ممن يأكلون من النفايات وأوراق الشجر، وترى مؤشر خط الفقر وما دون هذا الخط يزداد هبوطا في الرسم البياني وصعودا في الواقع العياني. قد أسترسل معك إلى يوم القيامة في تعداد موانع الاستغراب في هذا البلد الذي نشأ جراء طفرة مغايرة لكل قوانين الطبيعة والاجتماع، بل ولكل قواعد البداهة التي فقهها العقل البشري منذ قدوم آدم إلى الأرض. نحن شعب نقيم في الماضي، لا نعيش الحاضر ولا نحلم بالمستقبل، فماضينا لا يمضي وحاضرنا لا يحضر ومستقبلنا مات منذ 1000 عام. نقل الموقع بوست عن موقع بريطاني حربي دعوة موظف بريطاني في الحربية سابقا تعزيز حضور لندن في باب المندب،
أكد الموقع العسكري البريطاني في تقرير كتب عن الوضع في البحر الأحمر وباب المندب عن هجمات متطورة وفعالة يجب أن تقوم بها بريطانيا. ويهدف التقرير إلى استكشاف الدروس التي يمكن تعلمها من الجوانب البحرية للنزاع في اليمن، لا سيما تلك المتعلقة بالافتراضات الخاطئة عن قدرة الجماعات المتمردة في البحر. وأكد الموقع العسكري البريطاني أن ممر باب المندب قبالة اليمن مهم للمملكة المتحدة وأوروبا بسبب كمية التجارة وإمدادات الطاقة التي تتدفق من خلالها وضرورة حماية التجارة البحرية من هجمات صاروخ كروز المضادة للسفن والتي يطلقها الحوثيون. ما يزال المواطن كمال محمد يتذكر أول احتفال خاص بالحوثيين بعد اقتحام صنعاء في 21 سبتمبر عام 2014 بعد 3 أسابيع بعيد الغدير، حيث اشتعلت سماء صنعاء بالأعيرة النارية، وصار الاحتفال علنا بعد أن كان يمارس سرا بصعدة قبل سنوات مضت، ويعنون موقع المشاهد نت في تقريره: من السر إلى العلن، احتفالات دينية لا تنتهي في صنعاء. وقال الموقع: احتفالات ومناسبات وفعاليات مذهبية لا تكاد تنتهي، فما إن يطوى احتفال حتى تبدأ الاستعدادات لآخر. هكذا هي سنوات الحوثيين منذ انقلابهم. وأفاد الموقع أن هذه الاحتفالات ليس لها هدف إلا استجرار خلافات وصراعات الماضي التي لم يكن لليمن واليمنيين عهد بها، وإطفاء القدسية على رموزهم والصبغة المذهبية للجماعة على المجتمع. فمن الاحتفال بيوم الولاية أو الغدير إلى عاشوراء وإحياء ذكرى وفاة الإمام علي وزيد ومولد الزهراء إلى أسبوع الصرخة وأسبوع الشهيد وذكرى مقتل حسين الحوثي، وصولا إلى ما يسمونها الفعاليات الثقافية الأسبوعية المفروضة على موظفي الدولة. وتكلف الاحتفالات المتكررة للحوثيين ملايين الريالات في الوقت الذي يعيش اليمنيون على حافة المجاعة، بحسب أحد الدعاة الذي فضل عدم ذكر اسمه، مشيرا إلى أن تكاليف الاحتفالات والفعاليات التي ينفقونها من المال العام كان الأجدر إنفاقها على مرتبات الموظفين والناس الذين لا يجدون قوت يومهم. ويقول إن الفعاليات تسعى إلى طمس هوية اليمن، كما تطمس ملامح الشوارع وقباب المساجد وأسوار مدينة صنعاء الأثرية بالألوان الخاصة بها. تزييف المعارك العادلة. تحت هذا العنوان كتب باسم الطويسي مقاله في صحيفة الغد، مضيفا في أجزاء منه: من أكبر المحن الثقافية التي تشهدها المجتمعات تزييف المعارك العادلة، مثلما أن ينتطح محامون فاسدون للدفاع عن معارك عادلة. حدث ذلك مرارا على مدى عقود عديدة في المشهد العربي الحديث والمعاصر. كيف يفكر الناس في بلادنا في قراراتهم اليومية والمصيرية؟ ما هي الخلفيات التي تقف خلف تلك القرارات؟ أي معركة تغيير اجتماعي وثقافي نحتاج؟ وكم من الزمن؟ وكم من الأثمان تتطلب المجتمعات العربية؟ خسرت في القرن العشرين معارك عديدة، وفي هذا القرن يبدو أنها دخلت موجة ظلامية تعيد من خلالها الدوران في موجة تاريخ مرت بها سابقا. فسؤال الدولة الأهم هذه الأيام هو سؤال الدولة الوطنية، فقصة مدنية أو دينية يفترض أنها قصة مكررة وتجاوزتها الوقائع، وما الأوضاع الراهنة إلا استجابة للفراغ الذي أوجد فشل الدولة الوطنية. هذا الفشل كشف كيف أن النظم السياسي والكيانات لم تنتج أرضا صلبة، بل تقف على قشرة رقيقة وتعاني هشاشة مفرطة، فيما نكتشف كل يوم عمق الفقر الاجتماعي والثقافي للدولة الوطنية. فلأول مرة تندمج القواعد الاجتماعية في النقاشات المحتدمة حول القيم الكبرى بفضل تكنولوجيا الاتصالات والإعلام المعاصرة، ولأول مرة نكتشف حجم فقر فكرة الدولة وفكرة العقد الاجتماعي، فلا يوجد تأصيل اجتماعي وثقافي يحملها. لا يوجد معركة أكثر عدالة من حق الناس في أن يعرفوا من هم وإلى أين يمضون وكيف يتخذون قراراتهم اليومية، وما علاقتهم بالمعاني والقيم الكبرى، وماذا يعني لهم الماضي والمستقبل. وهي معركة القيم الثقافية، ولا يوجد محنة أكبر من أن تتحول هذه المعركة إلى ساحة للتزييف.
قالت المؤرخة الفرنسية جولييت هومفولت الباحثة في مركز البحوث والدراسات حول العالمين العربي والإسلامي بجامعة إكس مرسيليا الفرنسية إن هناك الكثير من المواد الأرشيفية في حوزة الناس، حيث من الواضح أن اليمنيين قد اكتسبوا منذ بداية الجمهورية وربما قبل ذلك عادة حفظ كل ما هو مكتوب. تضيف الباحثة في حوار أعادت صحيفة الأيام نشره: اتضح لي بأن الناس في اليمن لا يعرفون إلى أين يتجهون لإيداع سجلاتهم، وقد صار ذلك بشكل أكثر وضوحا عندما رأينا في عام 2008 رجلا يرغب في نشر مذكرات والده، ولم يكن هناك ناشر يريد نشرها بسبب عدم الاهتمام بالموضوع، إلا أن هذه المحفوظات كانت مثيرة للغاية، فهي مذكرات رجل كان موظفا عند الإمام، والذي بحكم خبرته واطلاعه روى في مذكراته قصة مختلفة عن قصة الجمهوريين الذين فازوا بالثورة عام 1962. وقالت المؤرخة الفرنسية إنها تعمل على مشروع إعداد ورشات كتابة في مدارس العالم العربي وحول موضوع المدرسة من ناحيتي أخطط للذهاب إلى اليمن ومقابلة الصحفيين الملتحقين بالكليات المصرية حول الكلفية التي يرون بها المدرسة وتوقعاتهم ومكانتهم في العالم. تضيف: كما نخطط لجعل الطلاب يقومون بتحقيقات مع آبائهم أو أجدادهم لمعرفة كيف تم نقل ذاكرة المدرسة إليهم وما يتصل بها من توقعات. قضايانا والعالم الحديث، تحت هذا العنوان كتب سمير الزين مقاله في العرب الجديد مضيفا: ليس لدينا الخيار أن نرفض أو نقبل الحداثة، فليس هناك من طريق آخر نستطيع أن نسلكه، لذلك تفرض الحداثة نفسها نموذجاً عالمياً. ومنذ اصطدمنا بالغرب عبر تجربة الاستعمار، أخذت الحداثة تشق طريقها في المجتمع العربي بطرق مختلفة، منها الفرض ومنها النقل. هكذا وجد المجتمع العربي نفسه أمام عملية تحديث كولونيالي خارجي، ما جعل تجربته تأخذ طابعاً مختلفاً عن التجربة الأوروبية، لأنها ولدت في سياق التبعية، أخذت طابعاً مشوهاً باستيراد الأشكال الحداثية من لباس ومأكل وصناعات جاهزة، وأبقت القيم التي تقوم عليها الحداثة خارج دائرة التداول. وهذا الدخول للحداثة على العالم العربي لم يخترق طبقاته السميكة المتراكمة تاريخياً، فالبنى التقليدية بقيت راسخة في المجتمع تحت الأشكال الحديثة. ففي وقت تم استيراد منتجات الحداثة على مستوى الصناعات المنجزة للاستهلاك في العالم، تم رفض مفاهيم الحداثة وقيمها ومبادئها العقلية، فالقطيعة مع الماضي التي صنعت المجتمع الحديث تعثرت في التجربة العربية، فالعقل على مستوى المعرفة ما زال أسير البنى الأسطورية المغلقة ولم يملك أدواته النقدية وتحويل هذا النقد إلى عائدات مجتمعية. ما زالت السلطة مشخصة والعلاقات الاجتماعية عمودية لا أفقية، والانتماءات الاجتماعية أولية طائفية عشائرية ولم تصل إلى علاقات المواطنة، ويجعل ذلك كله ممارسة المجتمع متأخرة بالنسبة للمجتمعات الأخرى وبالنسبة إلى المجتمع ذاته إذا رغب في تجاوز حالة البقاء في مؤخرة الركب. في جولتنا بين الصحف الفرنسية نطالع من صحيفة أورانج في تقرير ترجم لقناة بلقيس بأن ميليشيا الحوثي والتي تسميهم الصحيفة بالمتمردين يقومون بالتعبئة قبل زيارة مبعوث الأمم المتحدة، حيث يواصل الحوثيون حشد مؤيديهم للدفاع عن مدينة الحديدة الاستراتيجية قبل زيارة مقررة لمبعوث الأمم المتحدة. العشرات من المسلحين تظاهروا في تجمع محيط العاصمة صنعاء، قائلين إنهم مستعدون لتعزيز جبهات الحرب، سواء كانوا يسيرون على الأقدام أو على مركبات مجهزة بالبنادق الآلية. وفقا لسكان اتصلت بهم وكالة فرانس بريس، فإنه يسود هدوء نسبي في الحديدة منذ أن قررت القوات الموالية الأسبوع الماضي وقف العمليات أو الهجوم الذي شنته لاستعادة هذه المدينة الاستراتيجية. في الحشد بالقرب من صنعاء، قال حامد عاصم أحد زعماء المتمردين المتوقع مشاركته في مفاوضات السلام المحتملة، قال: نحن مستعدون للحوار في أي وقت، إذا جاء جريفيث سنقول له إننا مستعدون للحوار، وإذا لم يأتي فنحن مستعدون للقتال حتى آخر نفس. وأبلغ جريفيث الذي أعلن عن زيارة مقبلة إلى صنعاء، أبلغ مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة أنه يعتزم إجراء محادثات سلام سريعة في السويد لإنهاء الحرب في اليمن. نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر أكاديمية في جامعة صنعاء إقدام ميليشيا الحوثي على إيقاف نحو 800
موظف وأستاذ جامعي عن العمل. وأفادت المصادر للشرق الأوسط بأن ميليشيا الحوثي صرفت نصف راتب في الأيام الماضية للموظفين الخاضعين لها، لكنها استبعدت من كشوف الاستحقاق المالي أكثر من 800 موظف وأستاذ في جامعة صنعاء، إلى جانب آلاف آخرين في مختلف مؤسسات الدولة. وأوضحت المصادر أن جماعة الحوثي أقصت هذا العدد الكبير من الأساتذة والموظفين، وأغلبهم محسوب على حزب المؤتمر الشعبي، مضيفة أنها قامت بإحلال عناصر من أتباعها في أماكنهم في سياق نهجها الرامي إلى حوثنة كافة قطاعات الدولة ومؤسساتها. موجة مسلمة في الولايات المتحدة، تحت هذا العنوان كتب دومينيكا غانم مقاله المعد نشره في الغد. مع حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة وترقية الجلادة جينا هاسبل إلى منصب مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والارتفاعات الملحوظة في جرائم الكراهية، كان هذا عاما قاسيا بالنسبة لنا نحن المسلمون في الولايات المتحدة. لذلك جعلني سماع عبارة السلام عليكم عندما اعتلت إلهان عمر المسرح الوطني في ليلة الانتخاب لتقبل فوزها كنائبة عن الدائرة الخامسة في مينيسوتا، جعلني أشعر وكأنني أستطيع أن أتنفس أخيرا بفوزها الذي جعلها أول مواطن أمريكي من أصل صومالي يتم انتخابه للكونغرس. انضمت عمر إلى رشيدة طليب ابنة اللاجئين الفلسطينيين لتكونا أول امرأتين مسلمتين يتم انتخابهما لعضوية الكونغرس الأمريكي على الإطلاق. كان انتخاب هاتين المرأتين للكونغرس بمثابة رفض مباشر وصريح للسياسات الداخلية والخارجية التي تنتجها دولة معادية للمهاجرين واللاجئين القادمين من عدد من البلدان بما فيها الصومال، والتي لطالما مولت احتلال إسرائيل وتدميرها لفلسطين. ولكن على الرغم من أن مينيسوتا تشكل موطناً لأكبر عدد من السكان الصوماليين في البلاد، وأن ولاية ميتشيغان التي فازت فيها طليب تضم عدداً كبيراً من الأمريكيين العرب والمسلمين، فإن هذه الموجة الإسلامية كانت أكثر من مجرد مسألة دين أو عرق. تسابقت عمر وطليب على أساس برامج تقدمية بوضوح، منضمتين بذلك إلى التقدميين الناجحين الآخرين مثل ألكسندريا أوكاسيو كورتيز في نيويورك وفيرونيكا إسكوبار في تكساس. لقد تسابق هؤلاء المرشحون التقدميون على أساس برنامج الرعاية الصحية للجميع، وحملوا قضايا نظامنا للرعاية الاجتماعية وحماية حياة السود وعكس وجهة كارثتنا المناخية. والكثيرون منهم لم يكونوا خائفين من التحدث علناً ضد السياسات الخارجية الأمريكية التي تسببت بأزمات اللاجئين والسياسات المحلية التي تعاقب الأشخاص اليائسين الذين يهربون منها. ما لبثت المرأة اليمنية أن تحاول الخروج من قيود العادات والتقاليد المحافظة وتنطلق نحو التعليم والعمل حتى نشبت الحرب لتعيدها إلى المربع الحرج، إذ تسبب الفقر وغياب الأمن في حرمان نحو ثلث فتيات اليمن من حق التعليم. وعنوان موقع دي دبليو الألماني: ثالوث مرعب يسرق من بنات اليمن أحلامهن، إلى جانب التحديات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في مجتمع فقير كاليمن، جاءت الحرب وما خلفته من أزمة اقتصادية وظروف أمنية صعبة وعمليات نزوح داخلية لتضع عقبات جديدة أمام تعليم الفتيات. وتشرح الخبيرة الاجتماعية اليمنية الدكتورة نجاة الصائم لدي دبليو أن التحاق الفتاة اليمنية بالتعليم واستمرارها فيه يشكل معضلة حقيقية حدت وتحد من فعالية برامج التنمية الشاملة والمستدامة في اليمن على مدى العقود الماضية. وترى الصائم أن أهم الأسباب وراء ذلك الفقر والعادات والتقاليد والزواج المبكر وعدم وجود فصول دراسية منفصلة للفتيات خصوصا في الريف. تضيف أيضا هناك بعض المدارس عن البيت وتحمل الفتاة الأعباء المنزلية، بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية المنفلتة بسبب الحرب، وبسبب ذلك ما تزال الأمية تنتشر بين النساء في اليمن. وتضيف الخبيرة الاجتماعية: من الطبيعي أن تتفاقم حدة هذه المشكلة في ظل الأوضاع المأساوية التي يمر بها اليمن وما ترتب عليها من نتائج مدمرة للبنية الاجتماعية. صحيفة الغارديان تنشر عددا من الصور التي توثق لحظات هامة خلال الأسبوع من مناطق مختلفة، نتابعها في جولتنا المصورة اليوم.
الكاريكاتور الذي يختصر رسائل كثيرة وعبارات عديدة عبر رسومات فكاهية في أغلبها، نتابعه معكم في فقرتنا التالية. إلى الكاريكاتير. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.